السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة من موضوعات استكمال الأبحاث، واليوم لطلاب الأزهر الشريف وطلاب وزارة التربية، واليوم فيديو جديد وحلقة جديدة من موضوعات استكمال الأبحاث لطلاب الصف الأول الثانوي الأزهري بعنوان الحضارة وأثرها في الفكر الإنساني. هذا هو عنوان البحث الذي نتناوله اليوم يا شباب مع قناة المنقذ التعليمية، وكما وصل هذا الفيديو إليك فلا تبخل بنشره للطلاب، واعمل لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يوميا من خلال القناة. وقناة المنقذ اليوم تقدم لكم خدمات تعليمية مجانية في الإرشاد التربوي وفي عمل الأبحاث التربوية وفي شرح جميع مواد الرياضيات والإحصاء لجميع المراحل التعليمية في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية وحتى المرحلة الجامعية. ونقدم لكم سلسلة حلقات تعليمية بعنوان كيف تصبح مبدعا وعبقريا في الرياضيات، ويمكن لولي الأمر أن يستمع إلى هذه السلسلة ويشرح لابنه بدون مدرس ومع ابنه من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. كما تقدم لكم هذه القناة تقديم حلقات لايف تناقش أهم القضايا التعليمية الموجودة على الساحة التربوية. اليوم يا شباب هنتكلم عن الموضوع اللي احنا ذكرنا عنوانه الحضارة وأثرها في الفكر الإنساني. أول شيء عندنا المقدمة، لازم تكتب المقدمة تكون من عندك وبدون مراجع. بالنسبة لك كطالب اللي في الأزهر، مقدمة المشروع البحث بتاعك الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن الحضارة الإسلامية لها أثرها الكبير بين أبناء الأمة وعلى غيرها من الأمم، لأنها استفادت من الحضارات السابقة واستفاد منها الغرب في تطور علومه الحديثة، وكانت نقطة انطلاقة ظهر أثرها واضحا وجليا في الأغف بمبادئ الإسلام، بما تزكي في النفوس وبناء العقل البشري وبيان أثره في الفكر الإنساني. كما فكرت يا شباب، أنا بقدم لك نموذج عندك بالنسبة لعمل البحث. ثاني جزئية بالنسبة لنا أهمية المشروع البحثي، ما زالت كتبت أنا جزئية عن الأهمية بتاعتنا بشكل عام، ما زالت قضية الحضارة الإسلامية من القضايا التي اشتغل بها الفكر الإنساني منذ نشأة الأمم، لأنها حضارة نتجت من تفاعل مجموعة الثقافات الخاصة بالشعوب في المناطق أثناء الفتوحات الإسلامية، وهي إرث مشترك لجميع الشعوب والأمم التي انضمت لها وساهمت في بنائها، وهي حضارة الإبداع الذي يعد الدين الإسلامي المصدر والمنبع الوحيد لها مع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالث جزئية بالنسبة لنا هي أبطال عناصر المشروع البحثي تتمثل في الآتي: رقم واحد، الصلاة والزكاة تمثل مظاهر حضارية للتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، والعناصر دي احنا جايبينها من العناصر اللي معطيك إياها اللي موجودة في فسر وتأمل، بس احنا بنكتبها بشكل ثاني، بنحاول نختصر الكلام اللي فيها. رقم اثنين، بيان أثر صفات الله تعالى في بناء العقل البشري. رقم ثلاثة، بيان أثر عصر صدر الإسلام في السلوك الحضاري للأفراد. رقم أربعة، بيان أثر الحركة الدائرية وأهميتها في حضارة الشعوب. رقم خمسة، بيان أثر البصمة الوراثية في كشف الجريمة والحد منها. رقم ستة، بيان أثر المصفوفات على كافة العلوم الإنسانية. رقم سبعة، كيفية عمل المسعر الحراري وبيان أثره في الرقي الحضاري للشعوب. تعالوا يا شباب بعد كده نتكلم عن اول عنصر بالنسبه لنا. هتقول لك عايزك تعرض لي العناصر عنصر عنصر. البحث اللي احنا بنتكلم فيه اليوم عنوانه الحضاره واثرها في الفكر الانساني. اول جزئيه بالنسبه لنا فسر وتامل. اول عنصر مطلوب مني اتكلم فيه الصلاه والزكاه، مظهر حضاري من مظاهر التعاون والتكافل بين افراد المجتمع. اول جزئيه اتكلم فيها يا شباب، الصلاه والزكاة هما مظهران حضاريان للتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع،
فالإنسان يصلي في اليوم 5 مرات، ويفترض أن يصلي في جماعة بالمسجد، يلتقي بأهله وجيرانه ويتعرف عليهم ويعرف أحوالهم، ويحسن إلى فقيرهم ويواسي مريضهم، ويقدم النصيحة والمساندة والدعم لمن يحتاج إليه. وعبادة الصلاة لها أثر عظيم في تحقيق الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع من خلال الجمع والجماعات التي يؤدي فيها المسلمون هذه الشعيرة، وتلقى على مسامعهم الخطب والمواعظ التي تهدف إلى تحقيق روح الألفة والمحبة والأخوة بين أفراد المجتمع الواحد. وحينما نتكلم عن الزكاة أو عن أي عنصر من عناصر المواد الشرعية اللي انت درستها يا شباب، لازم تذكر لي تستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. سورة البقرة الآية 110: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة الآية 277. وفي سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة التوبة الآية رقم 11. ومما يؤكد على أهمية الصلاة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، صدق رسول الله. وكان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وهذه هي وصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينما نتكلم عن الزكاة، ثاني عنصر بالنسبة لنا يا شباب، نذكر أن الزكاة لغة هي النماء والطهارة والزيادة، وسميت زكاة لأنها يرجى بها زيادة المال وطهارته، ولأنها تنمي الأجر أيضا. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما شرعا الزكاة فهي حق واجب في مال مخصوص يخرج لطائفة مخصوصة في أوقات محددة حددها سابقا الإسلام. وتعمل فريضة الزكاة على إرساء قواعد ونظام التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع الذي يؤدي أغنياؤه ما عليهم من حقوق وواجبات تجاه فقرائه، كما تعمل فريضة الزكاة على سلامة المجتمع من الجرائم المالية كالسرقة والنهب والسطو، لأنها تضمن للمحتاجين حقوقهم. والزكاة يدفعها الرجل عن نفسه وأهل بيته ومن يعول منهم، وتقدر بمقدار 2.5% من نقوده. وكذلك الزوجة يمكن لها إخراجها عن نفسها، ويشترط فقط أن يملك المسلم يوم إخراجها ما يكفيه من قوت وطعام له ولأهل بيته، ولا يمنع وجود دين في ذمته عند إخراجها. ولقد حث الإسلام على التكافل والتضامن الاجتماعي الذي يضمن المستوى اللائق لمعيشة كل فرد من خلال إنشاء مؤسسة وبيوت الزكاة التي تعبر عن التضامن بين المسلمين. والزكاة تعود بالفوائد العظيمة على المجتمع كافة، لأنها تحارب الفقر وتقيم التكافل والضمان الاجتماعي، وتنزع حقد الفقراء على الأغنياء، وتعود المسلم على البذل والإنفاق في سبيل الله. وهي ليست وسيلة لإعطاء المال من الغني للفقير، بل هي وسيلة حقيقية لتوفير فرص العمل، كأن يعطي المجتمع ممثلا في مؤسسات الزكاة مثلا الرجل الفقير رأس مال بسيط ليبدأ به مشروعه التجاري البسيط، ينفق منه على نفسه. ومن هنا تجد الزكاة أداة من أدوات التنمية والقضاء الفعلي على الفقر. والإسلام اهتم بالتضامن الاجتماعي المتمثل في مؤسسة الزكاة، لأن العقيدة لا يمكن أن تستقيم ما لم يشعر المسلم بأن المجتمع المسلم يقف معه ويأخذ بيده لبر الأمان ويؤمنه عند الحاجة والنقص.
أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ونذكر منها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، صدق رسول الله. ومنها أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث الذي نحفظه جميعا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ومنها أيضا عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، صدق رسول الله. وبكده يا شباب نكون احنا يعني هنا أول عنصر بالنسبة لنا اللي هو الصلاة والزكاة. فالعنصر هنتكلم في اليوم صفات الله تعالى وأثرها في بناء العقل البشري. يجب على كل مكلف معرفة 13 صفة لله تعالى: الإيمان الكامل بها، وهي الوجود والقدم والبقاء والوحدانية والقيام بالنفس والحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والمخالفة للحوادث. ومن القواعد التي يجب معرفتها عن صفات الله تعالى هي أن إثبات الصفات يكون بإثباتها لفظاً ومعنى مع عدم الكلام في كيفيتها، وإعاز علم ذلك إلى الله وحده، ووجوب نفي التشبيه بصفات المخلوقين عند الإثبات، وهذا من كمال الله عز وجل. وهناك بعض الصفات أيضا يا أبطال التي ذكرت في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى أطلقها على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، وهي فيما سبقت من مدح وكمال، ولكن لا يجوز أن يشتق لله منها أسماء، ولا تطلق في غير ما سيقت فيه من الآيات، مثل صفة المخادعة كما في قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، سورة النساء الآية 142. وصفة المكر كما في قوله تعالى: ومكر الله والله خير الماكرين، سورة آل عمران الآية 54. وصفة النسيان في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، سورة التوبة الآية رقم 67. وصفة الاستهزاء كما في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، سورة البقرة الآية 14 و15. وصفة الكيد كما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفي سورة الطارق الآية 14 و15. وصفة السخرية كما في قوله تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم، وفي سورة التوبة الآية رقم 79. تلك هي الصفات التي لم تشتق منها أسماء، ولم تشتق هي من الأسماء المذكورة، وهي صفات الله عز وجل. ننتقل بعد كده يا أبطال دلوزية عندنا عصر صدر الإسلام وأثر ذلك في السلوك الحضري. عصر صدر الإسلام ده مصطلح بيطلق يا أبطال على السنوات الأولى للإسلام، وتشمل تلك الفترة الممتدة بين بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر أيام الخلفاء الراشدين، والتي انتهت في حدود نهاية العقد الرابع الهجري بتبعات اغتيال الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام 40 هجرية، وقيام الدولة الأموية بعدها. وقد فتحت في عهد صدر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين كل من الشام ومصر وخراسان وإفريقيا وفارس، بعد أن توحدت الجيوش العربية تحت راية الإسلام، كما قام مجتمع إسلامي على التضحية والإخاء، وأصبح للمرأة دور مهم وحقوق واجبة في هذا المجتمع، ومحيت الوفنية والعرافة والكهانة وكل المعتقدات الباطلة التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام، كما تطور الأدب واللغة في عصر صدر الإسلام، فقد نزل القرآن الكريم بلسان العرب
وضمن للغة العربية الخلود. وحينما نتحدث عن أثر حضارة عصر صدر الإسلام في السلوك الإسلامي، نجدها تميزت في كافة التنظيمات السياسية والإدارية والقضائية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. فأما عن النظم السياسية فقد شملت الخلافة النظام السياسي المستحدث في الإسلام في الوزارة التي ظهرت في الخلافة الراشدة. أما عن النظم الإدارية فشملت الدواوين أي السجلات، وتشمل الإمارة على البلدان أي حكم الولايات الإسلامية بواسطة عمال يعينهم الخليفة. أما عن النظام المالي والاقتصادي في الإسلام فهو نظام إلهي يراعي مصلحة الفرد والجماعة، وكذلك النظام القضائي في عصر صدر الإسلام كان يعتمد على استنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد والفتوى من أهل العلم. وحتى العمارة والفن في عصر صدر الإسلام ارتبطت عند العرب والمسلمين بتعاليم دينهم، وانعكس ذلك على هندسة وعمارة المساجد والمدن. ننتقل لنقطة الفيزياء يا شباب، وعنصر جديد من عناصر اللي عندنا، الحركة الدائرية ومهيتها وأهميتها في حضارة الشعوب. حينما نتحدث عن الحركة الدائرية لابد من تعريفها أولا، فنذكر الحركة الدائرية في علم الفيزياء هي حركة لجسم فيها بمحاذاة محيط دائرة ثابتة القطر، وتكون الحركة بسرعة ثابتة مقدارا ومتغيرة اتجاها. فمن خلال الحركة الدائرية يحدث التسارع المركزي، وهو تسارع الجسم في الحركة الدائرية المنتظمة، ويكون اتجاهه دائما نحو المركز، ولذلك يسمى بالتسارع المركزي. والحركة الدائرية هي حركة جسم على محيط دائرة، وتكون على نوعين، إما منتظمة وإما غير منتظمة. والحركة الدائرية ظهر أثرها الواضح في حضارة الشعوب، لأنها تستخدم في الآتي. أول حاجة، تستخدم في قمر صناعي يدور حول الأرض على ارتفاع ثابت، جسم مربوط في خيط ويتأرجح في دوائر، سيارة تدور حول منحنى في حلبة سباق، كهيرب يتحرك عموديا على حقل مغناطيسي، ترس يدور داخل آلية. وننتقل بعد ذلك يا شباب إلى موضوع الأحياء والبصمة الوراثية وأثرها في كشف الجريمة والحد منها، وده موضوع من موضوعات الأحياء بالنسبة لنا يا شباب، البصمة الوراثية والدي ان ايه. فكرنا فيه كالآتي، من أهم ما يميز التطور في علم الأحياء هي الفورة المعرفية في علم الوراثة. فالبصمة الوراثية هي تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل أجزاء من الحامض النووي اللي هو المعروف باسم الدي ان ايه، والمتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه، وعرفت البصمة الوراثية تعريفها بأنها تلك الصفات الوراثية الخاصة بكل إنسان بعينه، والتي تحملها الجينات الوراثية أو الجينوم البشري، وتعرف أيضا بالشفرة الوراثية. وحينما نتحدث عن أهمية البصمة الوراثية نجد أنها لعبت دورا مهما في الإثبات القانوني، حيث أصبحت كلمة الفضل في أعقد القضايا ترجع دوما إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية. ومن أهم مجالاتها نورد الآتي، تعتبر البصمة الوراثية هي أساس الفصل الدقيق في جرائم السرقة والقتل والاغتصاب، من خلال استعراض أي من مخلفات الجاني أو مما يتعلق من آثار الضحية. ويمكن للأشخاص خداع رجال الشرطة اليوم عن طريق لبس القفازات في الأيدي أو ارتداء بصمات اصطناعية من البلاستيك خلال عمليات السرقة، يكون من شأنها تعقيد وإرباك الجهات الأمنية. ولكن توصل علماء الأدلة الجنائية حديثا إلى التعرف على الشخص من بصمات عينه وأذنه وأسنانه، وممكن عن طريق شعرة واحدة من شعرات رأس الجاني أو شعرة واحدة من شعرات رأس المجني عليه، يمكن بها تحديد الجاني أو السارق أو القاتل. ولا يزال علم البصمات يتقدم بسرعة مذهلة من أجل الوصول إلى تحقيق المطابقة الحقيقية والقانونية لتحقيق العدالة. ومما سبق يا شباب تتضح أهمية البصمة الوراثية التي تعددت مجالاتها في المجال القانوني أو في مجال إثبات النسب، حيث أصبحت هذه التقنية اليوم مرجعا علميا في شتى المجالات،
كالطب الشرعي، وهذا العلم لم يستغل حتى الآن إلى أبعد حدوده، وما تم اكتشافه هو يسير أمام ما يتطلب الباحثين والعلماء من أجل إظهار الحقائق وتنوير العدالة ومساعدتها فيما يتعلق بجانب الإثبات القضائي. ننتقل بعد ذلك يا شباب إلى الجزئية بتاعة الرياضيات، وعندك معطيك في الجبر بالنسبة لك يتحدث عن جمع وطرح وضرب المصفوفات وأثرها في كافة العلوم الرياضية المختلفة. أنا وضحت لك صورة عندي، أنا مختار عندي، خلالكم معايا شباب، مختار عندي مجموعتين بالنسبة لي أو مصفوفتين، مصفوفة ألف ومصفوفة باء، ومطلوب مني طبعا هو متكلم عن الجمع وعن الطرح عشان تشوفوه كويس جدا بالنسبة لنا، متكلم عن الجمع يا شباب وعن الطرح وعن الضرب بالنسبة لي. فلما أجي أتكلم في نقطة زي كده بالنسبة لي أجبت مصفوفتين، واخترت مصفوفة كانت على الصورة 2 ضرب 2 يعني صفين وعمودين بالنسبة للمصفوفة ألف والمصفوفة باء، جمعت المصفوفتين، جمعت كل عنصر مع العنصر المقابل ليه، يعني العنصر الأول في الصف الأول مع العنصر الأول في الصف الأول وهكذا يا شباب، وطرحت المصفوفتين وضربت المصفوفتين، ضربت المصفوفة ألف ضرب المصفوفة باء والمصفوفة باء ضرب المصفوفة ألف، وتوصلت إلى أن ألف ضرب باء لا تساوي باء ضرب ألف، أي أن المصفوفة أي أن عملية ضرب المصفوفات عملية ليست إبدالية. وإن شاء الله يا شباب هنتناقش في حلقة مستقلة عن الجزئية دي بالنسبة لنا بإذن الله تعالى، اللي هي هنتناقش في جزئية الرياضيات، تابعونا في حلقة مختلفة غير حلقة اليوم وشرح جميع الأفكار الموجودة في الرياضيات بالنسبة لأبحاث طلاب الصف الأول الثانوي العلمي الأزهري. لما نجي نتكلم عن تطبيقات المصفوفات وأثرها على الفكر الإنساني، هنلاقي أن المصفوفات بتستخدم في كثير من المجالات التطبيقية بغرض تسهيل العملية الحسابية وتجنب الأخطاء والنواتج غير الدقيقة، وتستخدم كثيرا المصفوفات يا شباب في الجوانب الاقتصادية لمعرفة حساب المتغيرات التي تطرأ على العملية الاقتصادية، مثل حساب المنصرفات بالنسبة للفلوس والتكاليف الشهرية أو السنوية، وذلك لمعرفة مدى الخسارة أو النجاح للعملية وبعض المتغيرات الأخرى. والكثير كمان من مصانع وشركات الإنتاج تفضل نظام المصفوفات لرصد وحساب سلعتها الإنتاجية، ولها تطبيقات كثيرة في الفيزياء مثل تطبيق الرادارات الكهربائية لمعرفة وحساب التيار الساري، وكذلك تستخدم في التطبيقات الميكانيكية لحساب القوى، كما أن المصفوفات تدخل في عملية التشفير وإرسال الرسائل المشفرة. المصفوفات ما تستخدم في عملية تشفير الرسائل المشفرة بالنسبة لخط البيانات، وتستخدم كذلك في المجالات التطبيقية الأخرى. ننتقل لآخر جزئية بالنسبة لنا في الكيمياء بالنسبة لنا يا شباب، المسعر الحراري وكيفية عمله في قياس التغير الحراري وأثر ذلك على الرقي الحضاري، وده دور الكيمياء بالنسبة لنا يا شباب. حينما نتحدث عن المسعر، المسعر ده هو جهاز يستخدم في المختبرات الكيميائية لقياس كمية الحرارة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية أو الحرارة الناتجة عن التغيرات الفيزيائية مثل التحولات المختلفة، بالإضافة إلى قياس الحرارة النوعية للمواد. المسعر ده بيقيس كمية الحرارة الناتجة من تفاعل كيميائي في نظام معزول به كمية معلومة من الماء للماء اللي هو سي مثلا، وممكن بمعرفة كمية الماء والحرارة النوعية الحديثة اللي هي دي تي، وبقياس الارتفاع في درجات الحرارة اللي هي كيو من التفاعل، يمكن حساب كمية الحرارة الناشئة من التفاعل بالمعادلة، عندي كيو تساوي ام ضرب سي ضرب دلتا تي، ومن انواعه المسعر التفجيري، وفيه يتم وضع كمية الماء في حجرة العزل لكي تمتصه الحرارة المنطلقة من التفاعل أو لتزويد الطاقة التي يمتصها التفاعل، ويسمى هذا النوع بمسعر التفجير أو القنبلة، وهو مسعر يستخدمه كيميائي التغذية، ودي بالنسبة له أثره على الرقي الحضاري بالنسبة للأفراد. وتستخدم كذلك المسعرات الحرارية في القنبلة النووية بالنسبة لنا يا شباب. نأتي بعد ذلك إلى موضوع اللغة الإنجليزية والترجمة. قال لك أنت اختار 5 جمل من مشروعك البحثي وترجمهم بالنسبة لك. أنا اخترت لك الجمل وهقول لك نترجم الجمل دي إزاي. اكتب معايا الجمل اللي أنا اخترتها من مشروعك. أول جملة الحضارة
الإنسانية لها أثرها الكبير في الفكر والسلوك الإنساني. رقم 2، الصلاة والزكاة لهما مظهر حضاري للتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. رقم 3، معرفة صفات الله تعالى لها أثرها في بناء العقل البشري. رقم 4، عصر صدر الإسلام يمثل عصر ازدهار الحضارة الإسلامية. رقم 5، المصفوفات تستخدم في كثير من التطبيقات العلمية والاقتصادية. كتبت 5 جمل معايا، ادخل في برنامج عندك في جوجل اسمه ترانسليت وطلع البرنامج دواتي وخد الجمل ديات عندك، اكتبها بالعربي على الوورد وخدها كوبي بيست وارميها في البرنامج دواتي وترجم من اللغة العربية للغة الإنجليزية، هتطلع لك الترجمة مباشرة، وخدها عندك كوبي بيست في بحثك، وبكده تكون تخلصت من موضوع الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية بشكل صحيح. عندي ملخص البحث، أنا أعطيك ملخص البحث وانت روح لمعلم اللغة العربية عشان تطلع الحاجات اللي طلبها منك في البحث، اللي هي النواسخ واسم المفعول واسلوب تعجب واسلوب الانشاء الطلبي. الحضارة الإسلامية يا لها من حضارة عظيمة، ده بالنسبة للملخص اللي انا كتبته، تمثل مظهر حضاري من مظاهر التعاون والتكافل بين افراد المجتمع، وظهر ذلك في عصر صدر الإسلام في السلوك الحضاري للأفراد، وتقدمت العديد من العلوم الأخرى فيما بعد في مجال العلوم التطبيقية، ظهر أثر البصمة الوراثية في كشف الجريمة وبيان أثر المصفوفات على كافة العلوم الإنسانية وتوضيح أثر الحركة الدائرية وأهميتها في حضارة